ابراهيم لا بلاش الطريق ده يا ابراهيم انا سيبها حالا. عايز اعرف الدور ده انت شفتيه سهل ولا صعب ولا كان من غير ميك اب وكبيره في السن وانت زي القمر اهو فليه عملتي في نفسك كده؟ ربنا يخليك. دور ام ابراهيم طبعا دور صعب جدا 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 لانه هو مش مساحه كبيره اي نعم، لكنه دور لازم يتمثل بصدق كانه مش تمثيل. يعني هو السر في الدور ده انه كان كانه واقعي جدا، لدرجه ان الناس الحمد لله يا رب ردود الافعال الناس كانوا فاكرين ان الست دي من الميدان. يعني كل الناس كانت بتسال هي دي ممثله ايه ده، انا فاكرها والله العظيم من الميدان وحاجات كده. فدي اكتر ردود افعال فرحتني جدا لان انا هضمتها جدا الست دي وكنت بمثلها بطريقتي. يقولك انت الناس لما شافوك يعني عايز اعرف رد فعلهم ايه معاك وبعد ما قتلت الظابط واتقتلت وضحك عليك وكنت طالع ولا حد عرفني؟ ايوه وانا كمان ما حدش عرفني، انا ما حدش عرفني خالص بقى عشان كله بالخمار. كان نفسي قوي اقعد اقول لاخواتي طب البس الخمار وانزل، طيب ما حدش عرفني والله. انا المشكله في الدقن، في الناس في الشارع فعلا بالنسبه لهم الدقن مش واخدين يعني فين، يعني فين وفين عيلين ولدين كده شبهوا عليا قالوا لي هو انت اللي كنت في الاختيار؟ قلت لهم انا. ايه يا جماعه محدش هتصور؟ مفيش والله ما سال السؤال ومحدش ومشي وانا فضلت واقف محدش اتكلم. لكن على السوشيال طبعا الواحد جاله ردود افعال خطره جدا يعني مذهله. فكره ان انت فعلا من الاخوان والناس تقول لك احنا فكرناه واحد منهم حقيقي وفكرناه مش عارف واتشتمت كتير جدا وفجاه الاستاذه سلوى عثمان لقيتها كاتبه ربنا ينتقم منك. ليه ليه يا استاذ انت معانا؟ انت في نفس اللعبه. فاتبسطت جدا جدا. وبخصوص المواقف الطريفه اول مره احكي الموقف ده، يعني حد سالني يعني صحفيه ما بتعمل معايا حوار وبعد ما خلصت الحوار خالص وتمام قالت لي هو انت ليك مشاهد تاني بقى؟ فقلت لها يعني ليا بعد العذاب هيجيبوني وانا داخل النار. انت ما اتفرجتيش يا استاذه، ما جاي تكلميني ليه؟ لا بتعذر طبعا.